بقول لك ايه يا دولا؟ هو مين اللي خرم الاوزون؟ يا ابني دي اشاعات يا ابني، الاوزون ما اتخرمش ولا حاجه. اسمع بقى اسمع بقى. انا اسف، اتفضل كمل يا جزمه. احنا بقى يا سيدي ككماليات حيه لينا طبعا اوزونين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت. كوكب الارض. كوكو اسمه كوكو. ده على اساس ان الارض على شكل بطه يعني ولا ايه؟ لا لا لا، مش هكمل، مش هعرف اكمل. انا اروح بقى ادي معلومياتي دي لحته وفي قتله. غور غور يلا ما تكملش في 60 داهيه. حاضر يا دوله هكمل لك. كوكب الارض ده بقى ليه اذن واحده بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الاذون. ده حاجه حلوه قوي. ابتديت تفهمني يا دوله، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاوزون بقى دون اتخرم. الايزون اللي هو زي الودن بتاعت الكره الارضيه اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكره الارضيه بتستحمى دخل في ودانها مثلا شويه صابون وميه. بونجورنو سينيوري. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دولا. هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسة. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro o in vacanza. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دوله، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نيابولي بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حارة سباكيتي. بصي حضرتك بقى، حارة سباكيتي، حارة موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجة بسيطة بس عشان ايه الجيرة اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دولا، احنا لازم بقى نكرمها شوية، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جاية اشتري، انا جاية ابيع تماثيل فرعوني. جاية تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان القدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا. ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض. انا مالي، احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين، يعني انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، يعني احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. دي قريت المعلومه في حته ولا حاجه. عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟ استبر شوية، البضاعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دول اسمعني بقى، خد من رمزي بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دول. يعني قلنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقول لك تماثيل فرعوني يا اخي، انت بتتكلم ليه؟ مالكش. نو نو نو. ماشي عزيزي، هنحتاجه الى سجل ضريبي حتى تتموا عمليه الاستيراد والتصدير بالسلامه. بالسلامه ان شاء الله، تتم بالسلامه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكل اللي انتوا عايزينه، ما دام ما فيش فلوس هتدفع متفقين. قشطه قشطه. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعه اللي انت عايزها. مع السلامه. ايه رايك بقى يا معلم، جبتك هنا اهو بقى عشان اعزمك بمناسبه الصفقه الجديده بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دوله. هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل ليه ياد؟ انا بقيت راجل اعمال جامد جدا، مش اقل من غدا وايطاليان فود يا معلم. فول؟ ماشي يا دوله، بس بقى بالزيت الحار. ايه ده يا حضرات، معلش دي ترابيزتنا يعني. سيبهم يا دوله اهو، نتفرج على حاجه واحنا بناكل يا دوله. انا استحاله اطلعها الا لما استرد كل اللي دفعته، دفع عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع، خليك في حالك. هلا ولا ايه يالا دي؟ ايه يالا دي؟ لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، هو انت بتكلم رمزي؟ وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا، وقوموا بقى لو سمحتوا. انا مكسل، قوم انت. قوم انا ايه يعني حضرتك؟ لا يعني ايه مكسل دي؟ لا ترابيزتنا لو سمحتوا قوموا يعني. يعني ايه يالا ترابيزتك؟ انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟
هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش ما تشغليش، شغلي رقاصة زي ما انت عاوزة، بس ده جوزك يا سوزي، يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هتكلمها. لا 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 هتكلمها. ايوه يا سوزي هتكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي، ايه يا ستي، ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت، انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه، امال بتمشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هتكلمها هتكلمها. ايه ده؟ انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دولا، ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت قليل الادب. انا ولا الرقاصة؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولا انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها بطوات يعني بتشوف ودانك؟ اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا الصوت ده سمعته قبل كده، هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامة المصرية، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. سلام. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمة تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامة دي من على عينيا. الغمامة على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فترة طويلة قوي، للاسف انتوا متورطين في عملية امن دولة كبيرة قوي. امن دولة ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مرة مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بقعد اقول تي 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو. تعرفوها؟ لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولا، لا ايه يا عم، لا حضرتك احنا نعرفها، انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل. يخرب بيتك. يا فندم سيادتك، اعرفها سيادتك يعني يا فندم، بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحيات علم مصر، وحيات الاهرامات، وحيات ابو تريكه يا راجل، والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف، لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم، امسكوه بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك، غرقا بالرصاص، اعملوا فيه اي حاجه، ده حضرتك بيشتغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. أنتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم، لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك. ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها، أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي؟ دولة، ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني، اديني رأي صبر عمنا، وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللي هو صلاح ذو الفقار. ياه نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبيرو؟ ما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل شغل الجهاز.
دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. أكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. ولماذا بقى ماركو فان باستن أيام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كورة كونوا مع بعض خلية تجسس مأجورة وتعاملوا مع كل دول العالم؟ أكيد طبعا ضربوا أسعار يعني عشان ياخدوا المقاولة بتاعت الجاسوسية دي بسعر رخيص. بقول لك يا دولا، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعة مش بالشهر. السنة اللي فاتت بقى حاولت تجند الحضري عشان ينقل لها أخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمة. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دولا يبقى خليه بقى يجيب شقة بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنة. على فكرة يا فندم سيادتك، حكاية المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. أنا بقى اسكت جاروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم بس مش عاوز يبان عليكم حاجه. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا. ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العمليه دي تتم بسلام، يعني احنا هناخد ايه؟ طمنا يا اولاد، مصر عمرها ما بتنسى اولادها. دولا بقول لك يا دولا، اسمع بقى، انا جايب لك شغل تجسس انما ايه لوز. شغل تجسس لوز؟ ده ايه التجسس اللوز ده؟ حته وفتله يا دولا، طلعوا بوليس. بوليس هيفجروا في الشيشه ولا ايه؟ لا يا دولا، انا امبارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سامعهم، سمعتهم وهم بيتكلموا عليا، وقال ايه مش راضيين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعه رغيف الحواوشي اللي انا سرقتها من عند بتاع عم عبده بتاع الحواوشي. ولا رمزي، المعلومات دي خطيره قوي، يلا اوعى تقولها لاي حد، وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي. احنا هنفضل صبيان مخابرات لحد امتى؟ احنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركه مخابرات خاصه لينا احنا بقى، نكونها واحده واحده، وجهاز جهاز، وشركه شركه. لان انا بفكر كويس قوي، لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكذب بالتقسيط استعمال خفيف، يعني كذبتين ثلاثه كده. الله عليك يا دولا، طب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معاك في ديا بقى؟ انا هشغلك مثل حي. لإيه يا دولا؟ مثل حي يعني لو اي حد عايز يتجسس ولا حاجه اما افرجهم عليك ماشي هيخافوا يتجسسوا بعد كده. اهو ده المثل، ده اللي بيحصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم. ماشي يا دولا. واحنا نفضل صغيرين لامتى يالا؟ وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بشنبه ده. انت عارف يا دولا، انا شاكك ان هو حاطط كاميرا في شنبه مخبيها. بس جم يالا، جم. مين جم يالا؟ مين؟ اعداء الوطن. تشاو سينيورا. تشاو سينيوريتا، اهلا اهلا. أقدم لكم جوز أختي مارلون براندو. مارلون براندو؟ لقيتيه في أنه نادي فيديو ده؟ مارلون هو أكبر مندوب تسويق تمثيلي في العالم. طب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس الثاني، لأن صراحة يعني متمرمط معانا اللي هو التمثال ده. شوية في صلاح سالم، شوية لا في مدار رمسيس، شوية في مدار الرماية، يعني صراحة بيكلف يعني. ده غير بقى أكله وشربه وسجايره وكل ده من شهرية الدولة. وصراحة الدولة ما قصرتش يعني، بس يعني دي مصاريف كتيرة قوي يعني عليها، على أساس إيه تمثال وكيف ومش معقولة يعني. لا إحنا عندنا خطة متخططة تخطيط بخطوط مخطوطة عشان نشتري مصر كلها، قصدي نشتري تماثيل مصر كلها. اشتروا تماثيل مصر كلها؟ طب ما تسيبوا لنا تمثالين ثلاثه للواد رمزي يكسرهم يعني. انا بموت في التماثيل. بص انا عايز معبد لوحدي افتح فيه بازار. لا دي صفقات كبيره مش هوانها دلوقتي. المهم دلوقتي عندنا ان احنا نخلص من الشغلانه المنيله بستين نيله دي عشان كله يرزق. كله يرزق؟ ماشي يا عم مارلون، مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده. جوز أختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثيلي ومن ثم. إيه من ثم دي؟ لا 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 معلش، حضرتك تحترميني أحترمك، هتقولي من ثم ونغلط في بعض؟ لا معلش. لا لا لا، هي قصدها يعني أوامك أوامك يعني. أوامك أوامك، ماشي، إذا كان على أوامك أوامك إحنا جاهزين. مارلون سوف يكون معكم خطوة بخطوة التي تليها. أوكي، هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا. حتى يقوم بتسويقها. ماشي، احنا متفقين على كل حاجه، مش اتفقنا احنا؟ احنا اتفقنا خلاص. مش انتوا هدف، الهدف ان احنا المنطقه تكون عجه بالسكان، يعني كل شازيه توصل، قصدي كل قطعه من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزه. مصر العزيزه،
واضح ان انت بتحب مصر قوي يا خواجه. اوه انا بحبها كتير، انا شربت من نيلها. شربت من نيلها انت وشيرين في كوبايه واحده بقى اللي هي ما شربتش من نيلها. المهم يعني هتسلمونا امتى وفين؟ غدا هنا في البازار. يلا يا مرغوب. يلا حبيبتي يلا. يلا الاب الروحي. فهمت حاجه يا رمزي؟ لا. يعني يا يوسف بيه حضرتك بذلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر، يعني معرفتش تعمل حاجه في شنبك ده؟ دولا افتش على شنبه يمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها القناطر نتصور. انا مش قلت لك تخفي شنبك شويه يا اخي؟ اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك. سيبك من شنب الوقت يا نبيل. المهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبة سودة. يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزيننا ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانة سكان بتاع عجب السكان يعني، او اماكن سياحية. مش هيلحقوا يوصلوا للخطوة دي. طب بصوا يا رجالة، احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم. لا لا، احنا مش زيهم، احنا ما بنقابلش الشر بالشر. ايوه صح، لان دايما الخير بينتصر في النهايه على الشر، انا شفت كده في كل الافلام. طب حضرتك يعني تأمرونا بايه نعمل ايه؟ بصوا انكم تصدروهم لمكان واسع، وده هيسهل عمليه اطلاق النار لو استدعى الامر. بس يبقى في القهوه بقى يا دولا، علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم ميه مغليه في وشوشهم. يا غبي يا غبي يا غبي، هتجيب ميه مغليه منين؟ ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربه في رصاصه مثلا في صدرك ولا حاجه، هتقعد تسحف لسه للغلايه يا هبل. انا ما اقومش لحد يا دولا، انا الواحد الشاي اللي انا هطلبه يجي لي القهوه. اسكت وطي صوتك، انت بتشوش على الجهاز اللي معايا. اقبضوا عليه بقى يا فندم، يا فندم حضرتك اقبضوا عليه، ارحموا مصر، ارحموا الوطن العربي كله. حضرتك ده جاسوس، ده بيتجسس لحساب غبائه يا فندم. تقترح المكان ده فين يا مقدم نبيل؟ اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واسع وفي نفس الوقت ضيق علشان ما يقدروش يهربوا مننا. بس انا عرفت المكان ده، احنا نروح بيت دولة، والبيت دولة ده لا يعك بالسكان. يا ابني ده بيعك وبيزفرط بالسكان. اسكت انت. مش مهم يا عادل، مش مهم، كلنا فداء مصر. ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويلي. بس حضرتك يعني البيت مليان ستات، امشيهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ هقولك، بعتهم يجيبوا ورقة بوسطة. بس يا فندم حضرتك ورقة البوسطة دي من زمان، من أيام فؤاد المهندس، الحكاية اتغيرت دلوقتي. أنا هتصرف، مع إن الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا، بس برضو كله فداء الشندويلي. خلاص اتفقنا. حضرتك العنوان أهو عشان تيجوا عليه على طول. إيه ده؟ واضح إن حضرتك مدرب على البلع يعني. مهم جدا إنك ما تسيبش أي أثر. عارف انت عارف يا دولا، انا احسن منه على فكره. انا وانا كنت زمان كنت بمسح السبوره بلساني. ايه ده؟ ده انت فصيله نادره، احنا محتاجينه ناخده يبلع الورق المهم وبالمره الزباله. يالا يخرب بيتك، هتشتغل معزه في المخابرات يالا. بس خلي بالك بقى ما تقعدش تمقمق طول الليل وطول النهار، لان برضو سياده اللواء صلاح ذو الفقار بيحب يقيل ساعه الظهريه هو والنقيب اشرف زكي. بكرة الساعة 5:05 هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين. الله الله على الدقة، بص الدقة بتاعتهم يلا 5:05. أكيد بقى بما إن أنتوا دقاق قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا. ستر داش. طيب فين بقى المسدسات؟ ليمونة عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة. ده مسدس 6 مللي، خلي بالك منه، ده عهده. عيب، ده احنا نزودهولك يا اسطى. اطمن، ما فيهوش ذخيره، ذخيره شحه، التجار خافينها من السوق سعرها ولع، بس احنا مقدمين على طلب يمكن نحتاجها. دول احنا لازم بقى نجرب المسدسات دي علشان لو طلعت بايظه نعرف نرجعها. ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبها يا ابني؟ وبعدين ما انت فكيتها من الكيس بتاعها، ما حدش هيرضى يرجعها لك يا غبي. طب افرض بقى دلوقتي الرش بتاعها خلصان.
رش ايه يا ابني؟ ده انت طالع تصطاد عصافير، ده انت طالع على عصابه وعصابه جامده جدا. يلا ماشي يا دوله. طب هنعمل ايه؟ طيب بص، مساله بسيطه خالص، هنعمل لك بروفه دلوقتي. انا دلوقتي كان انا البوليس وانت العصابه. انا العصابه لوحدي؟ يا سيدي انت رئيس العصابه والعصابه غايبه النهارده، اتصرف. هتعمل ايه؟ هخصم لهم ولو كرروها ابلغ عنها. ماشي ماشي، انا دلوقتي البوليس، هقول بوليس، هتجري، هقوم شنكلك، تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك، هقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المسدس واقتلك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا دولا. طب ما انت معاك مسدس يا دولا، اقتلني وخلاص بيه. يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما ارجعه يا غبي. ها جاهز؟ جاهز يا دولا. يلا بوليس، العصابه غايبه، فوت علينا بكره. علينا بكره ايه؟ يلا اجري عشان اشنكلك يا غبي. بوليس، مسدس وقع. اقتلني بقى، اقتلني بسرعه. قوم بسرعه يالا، العصابه وصلت بسرعه يالا. بدل ما يقتلونا احنا الاثنين خلي المسدس معاك. دري دري دري، ها خبيه، انا اروح افتح. ماشي بسرعه دوله. احنا جينا. اهلا وسهلا. هذه هي التماثيل. طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس، والنبي عشان ما شاء. اهلا وسهلا. يا ترى هم فين؟ هم مين؟ ارى انكم متوترين. انا شايف انكم متوترين. لا وايه اللي توترنا يعني؟ الجرس. مش عاوزين زباله؟ لا شكرا، ما عندناش، مش عايزين. طب ما فيش عندكم هدوم مكويه عشان ناخدها؟ المكوي كله هنا هو يا معلم. دخلت برضو؟ ماشي. الله عادل، انت مش عوايدينك انك تيجي بدري كده، وكمان جايب رمزي معاك؟ والله انا قلت يعني اكافئه ويجي يتغدى معانا النهارده في البيت، لانه صراحه ما كسرش غير تمثالين بس، وبدل ما يقعد في البازار ويقعد ياكل في التماثيل بيفتكرهم عروسه حلاوه. ربنا يخليك يا دوله يا رب. وبعدين يا دوله، ما انت بحبح المهيه بتاعتي شويه يا عم. هدوله شفت كميله ده بيبي زقنن خالص. ايه ده؟ دي حاجه صح؟ ايه ده؟ ده كلب عادي، كلب. ايوه ما انا عارف انه كلب، وانا قلت ان هو قطه. ايه اللي جابه هنا ده يا حبيبي؟ ده سوني، سوني عادل. سوني، عاشت الاسامي يا سي سوني، وانا عادل يعني. ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دوله، دوله هو الكلب ده وان بحقه حقيقي ولا بلاستيك؟ بلاستيك، ده كلب بوليسي يالا. ايه ده؟ ده انا معيش بطاقه دوله. لا ما تقلقش انت بالذات، ما تقلقش من اي حاجه خالص، لان هو بالنسبه لك يعتبر زميل. انا عايز افهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا. بص يا بيبي، اهدى بس كده، انا هفهمك كل الحكايه عشان انا عارفه كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديت. بص بقى، انا وانا قاعده عند الكوافير قابلت يا مامي صاحبتي باكينام، انت عارفاها طبعا يا حبيبتي. فاكره الفظيعه دي اللي هي المرايه دي؟ دي بقى كانت عايزه ايه، تسافر عند بنت خالتها مالطا تقعد هناك شويه كتير جدا. شعائيل دي لسه راجعه من اسطنبول. يا مامي انت فاكره انها زينا قاعده طول النهار كده في البيت؟ لا دي رايحه جايه سفر طيارات وبتاع. المهم يعني اختصارا للقول، انها كانت مش عارفه هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر. فعرضت عليكي بقى ان انت تخلي الكلب بتاعها عندك يعني؟ عمري استحاله ده يحصل. انت بتهرج ولا ايه يا عادل؟ امال ايه اللي حصل يعني؟ انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا. برافو عليكي يا رورو. يا باي ده باي ده زقنا القمير بقى تسرقه. ماما انا عايزه العب مع الكلب. وانا دول عايز اخد الكلب ده واربطه واجري بيه في الشارع يا دول. بقول لك ايه رانيا بس يلا انت وهي. رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت، وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحتوا. الكلب ده خديه سربيه. لو سمحت ما تجرحوش، ده ابن عيله متأصل ومن اصول عريقه. من اصول عريقه ايه يعني؟ جده لكي باشا. انت بتهرج يا عادل ولا انت مش عارف ده اصوله عامله ازاي؟ ده اصوله انجليزيه فرنسويه ايطاليه. انا ماليش دعوه بالاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده، اهم حاجه ما يعديش انا بقى حدودي الاقليميه في البيت. صحيح يا عادل. لا اخس عليك، اخس عليك يا عادل، حرام عليك. انت ايه ما سمعتش عن جمعيه الرفق بالحيوان؟
ازاي ما سمعتش؟ امال الحيوان ده اللي انا برعاه بقالي 5 مواسم لغايه دلوقتي اعمل فيه ايه؟ رمزي زفت ده. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا عادل حرام عليك، انا ما اقدرش انزل الكلب ده في الشارع لحسن، انا خايفه عليه يتشرد ومستقبله يضيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع. كلابش يعني هيعمل ايه يعني؟ هيشم كله ولا يسرق عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني؟ ايه اللي انت بتتكلم عنه يا ابني؟ ده بياكل كل يوم شركسيه. شركسيه؟ بلاش اوفر بقى. شركسيه ايه يا ماما؟ ده اساسا عمره ما داق اللحمه ولا عدت من قدام مناخيره. خلاص خلاص يا عادل، خلاص بقى. واضح ان انا مضطره استغنى عن ال100 جنيه اللي كانت هتطلع لي من الكلب كل يوم. 100 جنيه؟ اصل انا ما قلتلكيش يا مامي، صاحبته ادتني 1000 جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم 100 جنيه، بس انا طبعا بنظرتي المصروفيه اللي هي المحافظه قلت ان انا هصرف عليه 50 جنيه بس، وال 50 جنيه هسيبها لمصروفاتي الشخصيه. رانيا لمصروفات البيت يا مامي. انت عارفه زمان كان نفسي يبقى عندي كلب، بس كان عندنا بيت صغير يعني، بس انا بحب الكلاب قوي، والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض، والكلب الابيض ينفع في اليوم الاسود. ايه ده؟ انت جايبه الكلب هنا؟ هو ايه يعني ما كفاكيش طول اليوم ان هو يبقى معاكي يعني جايبهولي؟ شوفي لو سمحتي شوفي هينام فين؟ هنا. هينام هنا فين؟ في وسطينا يا بيبي. في وسطينا؟ ده اذا كانت ياسمين بنتنا عمرها ما نامت في وسطينا، هتنيمي كلب في وسطينا؟ صالك يا عادل، ده سوني 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 سوني. ايه سوني 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 سوني؟ إيه ابن اختك يعني؟ لا طبعا مش ابن اختي. اه طبعا، عشان اختك لسه ما خلفتش. ما تهزرش يا عادل. لا انا بتكلم بجد، الكلب ازاي هينام في وسطينا ازاي يعني؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا عادل يا حبيبي، انا وعدت صاحبته ان انا احسسه بالحنان والحب والامان والامن. اه الامان والامن ده ممكن يحسهم في اي حته لعلمك، لو نام في البلكونه هيتسلى جامد، عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحته. او اقول لك ممكن ننيمه في الصنداره، عنده فران بالهبل هيقعد يلعب معاهم وهو قد الفار اساسا. ما اقدرش يا عادل، ما اقدرش يا حبيبي، ده امانه امانه امانه. امانه عليكي، انا عايز انام كده يا عادل. اوكي طالما انت عايز كده بقى ومصر وملح بقى، رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل انك ترعاه ذلك المسكين الحيوان. لا ده الحيوان ده لطيف جدا، ده انا بحبه جدا. يا سوني 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 سوني. يلا اشرب يا جوجو، اشرب. ابلع بقى ابلع اهو. ايه بس الجمل دول عشان الدنيا حر. بتسقي الجمل؟ يخرب بيتك، مش كفايه التماثيل اللي بتبوظها، كمان بتبوظ الجمال. يا ابني الجمل ده سفينه الصحراء يعني، ما بيشربش ميه خالص. ايه ده دولا؟ ايه ده الكلب ده دولا؟ هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ اه يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. شخصيتك الضعيفة دايما موجودة في كل حتة. يا دولة يا دولة، رانيا تقول لك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول. الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر الثالث؟ أنت أي هيصة جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولة، بص يا عم، احنا الأرفف عندنا كلها زحمة يا عم، والدنيا حر والتماثيل مش طايقة بعض أصلا. وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على الأرفف؟ يا غبي يا غبي، عايزين نعلقه في حتة يعني. ايه رأيك يا دولة احنا نعلقه هنا مطرح الطبلة دي؟ اشنقه بقى مكان الطبلة؟ لا 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 لا، بص اقول لك حاجه، خليه على المكتب زي ما هو قاعده. قال اقول لي يا دولا، يعني هو انت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دهون هنا عندنا في البازار؟ خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دهون يعني بوليسي؟ طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر يعني، عامل نفسه كلب صغير زي ما تقول كده، ايه كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصيه عليا، علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه، شوفه محتاج ايه يعني، نفذ له اوامره. انا يا دولا تمام يا فندم تمام. دولا هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لانه هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافية. فهمتك فهمتك، دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز إيه؟ انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا، بصراحة يعني انا الكلب ده وان جاي بقى كده وان على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز؟ واي كلام بتقوله يا ده يا رمز، انت غالي عندي، انت بمية كلب يالا. ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هاو هاو كده، هاو 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 هاو.
النبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده. هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما باكلهمش يعني. لا ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جرايه ست انت يعني عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما اعمل ايه؟ الكلب مش راضي ياكل. انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مصدقاك يا ايما، هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكل. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. عملنا ايه يعني؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني. كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكه حمرا شكلي وحش. لا والله انت قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يا عادل، اوكي اعتبر الاتفاق انتهى، هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان ال1000 جنيه دي خلاص بح بح. يا راني يا راني، ايه هنعد في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدات النباح يا استاذ عادل، اشرب بقى. ازيك حته؟ صباح عم رمزي. الحمد لله. ازيك يا دول؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ ياه يا دوله زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه. ولا يعني الكلب ده وان احسن مني يعني؟ انت هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمزي؟ بس يا دوله يعني الكلب ده مش احسن مني في حاجه يعني؟ طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك النحسه، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. امرنا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دوله حبيبي. انا ايه ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي يعني، انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا يا لحيت. هات حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا؟ الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم. ولو باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله، ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دوله، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دوله ده اللبس بتاعي دوله. يا باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضه روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا، مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك فبقى تخصص علاج الكلاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير دول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول انت شرفك يا ابني؟ ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوة. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق المية على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور مجد الديل، اخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسة، وزميل كلية الكلب البوليسي، وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر. أكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك ما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة، ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكله في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشيتا؟ اه اتفضل هي يا حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايش عرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متاخره كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله هيحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه
ده حالته صعبة خالص. طمنا يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للأسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عملية نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دولا بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانية يا دولا، انا مش ناقص. وبعدين يا دولا انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دولا، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها يبقى كلب مقطط غلط غلط. لا يا دولا، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش، انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسيه شديده الشده اثرت على عقليته الباطنه، وطبعا اثرت على وظايفه الحيويه اللي بالتالي هي الكلاوي والكبده والمخ. يا سلام، كلاوي وكبده ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للاسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدره على الهوهوه. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل، بس انا عايز اسالك سؤال. الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوف ايه اوف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلالة تانية، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دولة بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاطاد اللي انت بتتهدوني دول، ومدي اجر للكلب دول قد الاجر بتاعي؟ النفسانة ابتدت تظهر. عموما انت مشكلتك النفسية دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهاردة احنا في مشكلة القلب. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معاملة سيئة ومش حاسس بالاضطهاد، وفي حد حطه في دماغه. انت هتفضل مقضيها هف هف ولا ايه؟ ما انا عارف مين اللي حطه في دماغه. نعمل ايه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير. هتنفض الكلب؟ انا ما كنتش اعرف ان انت غلاوي قوي كده يا رمزي. ايوه دولة بقى، لان انت بتحب الكلب دون اكتر مني يا دولة بقى، لدرجة اني حسيت بالتفرطة العنصرية. التفرطة العنصرية؟ ماشي يا رمزي، انت عملت ايه في الكلب بالظبط يا دولة؟ بص بقى دولة، انت كنت كدهون كنت بتديني 2.5 جنيه اجيب لي انا وهو لانشو ناكله انا وهو سوا. قلت عادي يعني، من يومين كدهون قلت لي لا يا رمزي هات له هو ب1.5 جنيه وانت ب1 جنيه يا رمزي، وكل واحد في ورقة لوحده، بتخوني. لا وفيها ايه دي يعني؟ معادي. لا يا دولة بقى مش عادي، انا بقى رديت لك الصاغ بقى صاغين بقى دولة. قمت انا جايب لي انا ب1.5 جنيه لانشون كلته كله لوحدي، وجايب له هو ب1.1 جنيه بس لانشون، واللي فاض منه كلته كمان. انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك، لكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ حرام عليك، جبت للكلب شلل في لسانه. بص بقى دولة بقى، انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجة، بس بقى اللي اوله شرط اخره نور، يا انا يا الكلب ده في البازار. يا سلام الكلب، اتكل على الله. لا دول انا اسف يا دول، انا كنت بهزر يا دول، والله كنت بهزر، ما تقطعش عيش يا دول والنبي. ايوه كده اتعدل. عموما الكلب ده هعينه مدير عام للبازار، وانت هتبقى شغال عنده. الكلب ده بقى هز ديله يمين تروح يمين، هز ديله شمال تروح شمال، سامع؟ ماشي يا دول. طب افرض بقى الكلب ده فرح بقى وقعد يهز بقى ديله شمال ويمين، اعمل ايه؟ تفضل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغايه اما تدوخ ونخلص منك. يا دول بقى هو ما بيبص ما بيتحركش اصلا. انت عملت فيه ايه؟ ما بيتحركش. بص انت بتعقده بتعمله صوت قطه. ماشي اتكل على الله، روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده. ايه طب وانا دول؟ وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ اتكل على الله هات الكوكتيل. ماشي 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 ماشي. معلش معلش معلش. كلب صباح الخير. اهلا اهلا، ازيك يا خواجه؟ اتفضل اتفضل. ايه ده؟ انت عندك نوع من الكلاب دي؟ لا بس الكلب ده مش بتاعي، ده واحدة سايباه عندي لمدة اسبوع، لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني، وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز. لا تمثال ايه؟ مش ممكن، ايه الصدفة دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البازار ولا ايه؟ بص يا حبيبي، انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلاب، وعندي كلبة اسمها ريتا، وبدور لها العريس من سلالتها. بتدور لها على العريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني؟ والصدفه ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم الشيخ. ايوه جميل، اهلا وسهلا بيها يا سيدي، بس مش هينفع يعني حضرتك. ارجوك. لا حضرتك مش هينفع خالص بجد، الاصل دي مسؤوليه، ما ينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهله يعرفوا يعني. هو يوم واحد هاخد الكلب اجوزه لريتا وارجعه لك تاني. اسف مش هينفع خالص، معلش يا خواجه.
هديك 500 دولار ايجار يوم واحد. 500 دولار ايجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا؟ حضرتك انا ممكن اشهد على العقد يعني. يا سلام، 1000 جنيه رعايه و500 دولار جواز، ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحه 100 100. حلوه قوي 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 يا دولا، الله عليك يا عم. بقولك يا دولا، ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك، ها، عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر. كوكتيل فواكه البحر، اي زفاره جاي فيها انت وخلاص. يا راني، ايه ايه باكي نام، صاحبه الكلب جايه تاخده النهارده؟ هو دلوقتي مش معادها بكره؟ ماشي ماشي خلاص، انا هجيب الكلب واجي. حاضر، ماشي، سلام سلام. لازم اكلم خوليو بقى عشان يرجع الكلب ده، مصيبه سودة. لا يا دولا، لا، اوعى تعمل كده يا دولا، لا يعني تعكنن على الكلب في يوم فرحه يا دولا يعني. طبعا صعبان عليك، ما هو جنس واحد طبعا. ايه دولا؟ ايه، لا لا، بقول لك ايه، ما تفكرش في، لا 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 لا، لف 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 يا دول، لف كده، ديل صغير. ماشي، لف كده. اعمل لي صوت كلب كده. لا ما انا مش مصدقه نفسي ان بعد الفتره دي هشوف البابي بتاعي. يا سلام، فعلا الضنا غالي فعلا. انتوا مش متصورين هو وحشني قد ايه. يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه؟ يا سلام، ربنا يخليكوا لبعض وما يحرمكوش من بعض ابدا. انتي عادل، فين الكلب يا عادل؟ الكلب مفروض على وصول، انا مش فاهم ايه اللي اخر رمز الغبي ده. ايدك يا عادل، لو الكلب ما جاش دلوقتي مش هناخد بقيه فلوسنا. انا حاسه يا طن ان ممكن يغمى عليا لما اشوفه، لولا ان الفيزا بتاعته اتاخرت كان زمانه معايا هناك في مالطا. شوف الدنيا يا عيني. معلش حبيبتي، معلش، بس انا بقى مبسوطه جدا من الفيسفولنس بتاعك للكلب ده. ربنا يخليكوا لبعض. عادل، الكلب فين؟ انا مررت تحت دفئه وهيجي لي النقطه. بابا، هو الكلب لسه عيان؟ عيان؟ البوبي بتاعي عيان؟ لا، انا كان قلبي حاسس. عملتوا ايه يا رانيا في الكلب بتاعي؟ لا لا لا، ما عملناش اي حاجه، كل خير ان شاء الله. ده هو عطس عطسه كده وقلنا له الف سلامه ليك، وادينا له بس فيتامين سي كده، فبقى تمام الحمد لله. وعارفه صحته ردت وقعدته في البازار وبقى زي الفل، ما تقلقيش خالص. اهو اهو. دولا حبيبي، دولا. ولا في كلب؟ يلا جاي يا دولا اهو، ادخل. ايوه الكلب. ايه رايك يا معلم؟ معلم ايه؟ يخرب بيتك، اللي انت جايبه ده، انا قلت لك عايز كلب قد اللي كان عندنا، جايب لنا واحد قده 20 مره يرغبني. ايوه دولا، ما انا قلت بقى نقي واحد كبير بقى. هو في ايه؟ اوعى تقول الكلب بتاعي وصل. وصراحه وصل. ايه ده؟ هو شكله اتغير كده ليه؟ هو بقى ضخم ازاي؟ بصي حضرتك، عشان تبقي واثقه ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك، فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما انت شايفه، وشربناه كتير جدا، ولعلمك رمزي ده كان عنده اربع رجلين بس، هو كان رجلين منهم يعني، وقعدناه في الشمس فلونه بعد ما كان ابيض بقى اصفر فاسود وكده يعني. انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا متشكره قوي. ودول 200 جنيه زياده. معقوله؟ معقوله. تفضلي، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. البت دي هبلة، دي مش عارفة الفرق بين الكلب اللي قد كده والقد كده. يخرب بيتك، انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يعني. لا، ما تردش ما تردش. عيني، بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافه دي يا عمنا اكتر حاجه معرضه للتلوثات، للجو. ايه الشطافه؟ انت بتتعامل مع الشفاطه على انها شطافه يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافه مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا لا، لحاجه تانيه خالص، لكن الشفاطه بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساقعه بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضه بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات؟ دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروسات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها.
بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ايه ده؟ ايه ده انا؟ شاي لو سمحت. ايه ده؟ الراجل ده انا عارفه ولا يا رمزي؟ غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف في المذاكره. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، ايه ده ايه ده انا اعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة. خدت الشطافة؟ وهتسيب القعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ ماشي. يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجه يا استاذ؟ يا حمدي انت مش عارفني ولا ايه؟ انا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسه النقراش الثانويه العسكريه بنين. فاكرك. لا مش انت، انت اقفل عشان الكارت. انت اقفل. اهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. اخبارك ايه يا حمدي؟ عامل ايه؟ اقعد. يا اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسكت. مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اصول الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم. لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو وتمشوه في اي شارع تاني. يو انا جايب ابن اختي افسحه. بقول لك ده المترو، المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتتشال. هتتشال تصور. محلات هتتشال ايه يعني؟ الوقت عوزه؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحيه. ايه يعني شارع او شارعين، محل محلين، كل ده عشان القاهره الكبرى يا اخي. قاهره وكبره ايه؟ كبره يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشوا المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبه يا اخي. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبه، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجه خالص يعني؟ هي دي ضريبه النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه؟ انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنة لما يخلص، تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام، ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ لو كده يبقى معلش. محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا. طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو. حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مستر المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترماي اثر على رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو. ماله التوك توك؟ صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع والحارات ويجي عكسي، ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات. ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار، الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان عادل كمان كاسكو فا فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم، وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره. اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس. ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي، انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني، انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك انا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني، وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكروا نباتيتي، لان يعني لازم، عايز تعمل عمليه، والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفسي. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش.
يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز؟ ما انت ياما خربشتني ودفرك طالني. طب خلاص خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جه لامي. خلاص اذ ربما انا عدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك ربنا يخليك. ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف هتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفا دي تقولها للست الوالده اذ ربما انت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، ايش يعني جت على كده؟ بقول لك ايه، اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك. ده ايه اللي انت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقوله يعني؟ لكن برضه بأديك رنه. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه يا معلم. خلاص يا معلم. يلا رجاله. الحمد لله خلصنا من البضاعه. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعه دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ انا شربت البضاعه كلها للمعلم تيتي وعلى معده فاضيه. لئيم انت برضه يا دولا، استكملت لحد ما تكمم. انت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين، بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. ده مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يالا يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. اه يا دولا بقى نخلص بقى من البازار، او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده دولا؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرتي بقى يا فكيك. بص كويس يا دولا. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابج يا دولا. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دولا. ايوه اخلص. ماله اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولا؟ هتقول ولا نفخك؟ ماله؟ سمعته عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما اللي اكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعمه بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك جوي. بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي. انا غيتي اكبر من كده بكتير. انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا انا غيتي في القصب. ليش؟ انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوه لقدام وين رايح الزبون. طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، او الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوقتي و50 بعد شهر ونمضي العقد.
نمد العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجه تانية بعد الشهر، ونمد العقد على طول دلوقتي. امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مره اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكله في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص منك. دول يا حبيبي، يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها انا عايز حاجه صغيره، يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانت انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا. مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده؟ هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، إيه انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي. البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. قول حاجه جديده. زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكال. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكال، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص بح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحن، وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا لك، اطلع. حاضر يا معلم، حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي 6 ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك. والله يا معلم هقعد ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم،
اشرهولكو واعصرهول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